قال شو بده ياني البس الطوق؟ بس انا مو حابه البسه ابدا، كنت البسه كرمال حماتي، بس بعدين اخذوه مني، وهلا لانه نسي كل شيء بده ياني ارجع البسه. بكره بس يرجع يتذكر رح يقلي رجعي، وانا رح اضطر اعطيه. يلي حاسستي هلا انت وشايفتي هاي الصورة تبع العيلة السعيدة مجرد وهم، مجرد حلم، ورح يتدمر بس ترجع له ذاكرته، ولهيك أنا ما بدي صدق هالحلم. أنا إلي الحق إني كون مرته يا أبرجيتا. أمي يلا هلأ بدك تعطيني بسرعة رقمه لهذا المصلح. لا مو معقول، أخذ الطوق ليصلحه وما عاد يعرف يخلص أبداً؟ رقمه؟ رقمه، ما معي رقمه، نسيت وين كتبته. ليكي ماما، أنا رح ألبس ثيابي ورح روح على المحل، رح روح لعنده على المحل ورح ضل هنيك لحتى يصلح الطوق قدامي. ما رح أسكت على هذا الشيء. يلا ما بتأخر عليكي، شوفه وبرجع. أكشاي، ستي؟ ها؟ لك أبوكن هو مصر يطلع، إذا طلع هلأ رح يعرف إنه القصة كذبة ويمكن هيك يتذكر، وبتعرفوا هالشي خطير، هذا حكي الدكتور لهيك ما بصير يطلع، شو العمل؟ ساعدوني ستي. الدكتور قال هالشي لأنه بابا ما لازم يستعيد ذاكرته فجأة، وإلا بصير تلف بدماغ. شبك ماما، شو هاد؟ شو عم تعملي ماما؟ انتي ما بتحطي الصبغة بنوب؟ وشو عم يصير معك؟ بسبب أكشاي كسر ثقتي بحالي، اليوم قدام عيني حطوا الصبغة على جبين أبرجيتا. مثل ما عملك هاي المرة بدها تاخد أكشاي مني، ما رح خلي هالشي يصير. أنا وأبوكي رح نضل مع بعض، وما حدا بيقدر يفرقنا عن بعض لو شو ما صار. ماما، انتي وبابا رح تضلوا مع بعض، بس ما في داعي تعملي كل هالشي كرمال هالموضوع. ماما، بابا ما بيحب الخالة أبرجيتا هلا، هو كان يحبها بمرحلة من أيام الماضي. لك حاسب حكي فاضي. ماما نيهار كتير آسفة، ما كان قصدي أضربك. أنا آسفة حبيبتي، مو قصدي بنوب، مو قصدي. ولا يهمك، عدي هون، عدي. آسفة حبيبتي، اهدي. أنا كتير آسفة. ماما، شو هو اللي مو مفهوم؟ الرجال اللي أنت شفتيه هلأ ما بيكون زوجك ولا حتى بابا، هذا الرجال اللي شفتيه بيكون أكشاي سينك اللي كان بيحب مرته أبرجيتا من 20 سنة، واللي بيحب بنته تشافي الصغيرة. هو ما بيتذكرنا ماما. الدكتور كمان قال إنه لازم الخالة أبرجيتا تدير بالها عليه ضروري لترجع له ذاكرته. ماما، لوقت ترجع ذاكرة بابا نحن لازم. شو قصدك؟ شو عم تحكينيها؟ بدك يعني أقعد وأتفرج من هون لوقتها؟ حبيبتي، ليش ما عم تفهمي علي؟ مو بس أنا عم بخسر زوجي، أنتي وأخوكي كمان رح تخسروا أبوكن حبيبتي. شوفي الثقة اللي أعطيتي إياها لأبرجيتا، رح يجي وقت وهالثقة كلها تروح. وبتعرفي شو؟ عن جد آخر همي، أنا ما بيهمني شو بيقولوا الدكاترة ولا غير الدكاترة كمان، أكشاي لإلي أنا وبس. وهو رح يرجع لو شو ما كان تمن هذا الموضوع يكون، رح يرجع لبيتي ولحياتي كمان. بس شلون؟ إذا ما أنا متذكرك بنوب ماما، أنتي بالنسبة إله حدا غريب عنه. مزبوط هيك نيها،
من 20 سنة كمان أنا كنت وحدة غريبة، وأول مرة هو شافني فيها صار قريب مني كتير، لدرجة إنه العالم كلها صارت غريبة عليه، بما فيهم أبرجيتا وبناتا كمان. وكمان هلا أكشاي لازم يترك هداك البيت وأبرجيتا ويجي لعندي لآخر الأمر للأبد. ماما ما بعتقد هالشي رح يزبط، بس أنا بظن الخطة رح تنجح أكيد. شو هالحديث سري؟ رح تنحل مشاكل البلد؟ أنا رايح أمي، رايح جيب الضوء. أنت لوين رايح؟ في غرض لازم جيبه لأمك، حاطينه بالتصليح، رح روح جيبه واجي فوراً لعندك. بس أنت مريض مو؟ ماما قالتني إنه دكتور طلب ما تطلع من البيت لو شو ما صار. شو بتمنى تشافي الصغيرة تقدر تخلي الخطة اللي عملتها ماما مشان ما يطلع بابا تنجح على أكيد. أيوة هيك قال الدكتور؟ ما لازم نعمل كل شيء بيحكوه الدكاترة. شوفي أبوكي صار مثل الحصان، شوفي ما عاد في شيء أبدا، شوفي شفتي؟ لهيك أنا ما رح طول، ماشي؟ لا تخافي. لا بدي تلعب معي. طيب بس ارجع منلعب، ماشي؟ لا ممتاز، هاي البنت بتعرف تمثل مزبوط. لا تكوني عنيدة. يلا عود. طيب قعدت، شو بدي؟ ما بدي تروح ولا مكان. خلص خلص ما بدي احكي معك. ما رح روح، بابا ما بيزعلك، رح العب معك. حبيبتي. طيب استني استني.